مراد بن عثمان واحد من بين هؤلاء الفائز في مسابقة الجزائر ما بعد كوفيد-19 من بين أزيد من 350 مشارك، وكذلك أو أقول أزيد من 1500 باحث و350 فكرة شاركت في هذه المسابقة عبر 48 ولاية منتشرة على الوطن. مراد ابتكر جهاز لقياس ومعالجة الآلام في الجسم، وهذه كحلول تكنولوجية في الصحة العمومية قد تسهم في تطوير الاقتصاد وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، الخروج من الأزمة الذي والتي يتخبط فيها الاقتصاد بفضل تداعيات جائحة كورونا. سنحاول التواصل وإياكم مع مراد بن عثمان الفائز في مسابقة الجزائر ما بعد كوفيد-19 مع زملائنا بعد لحظات. طيب مراد بن عثمان الفائز في مسابقة الجزائر ما بعد كوفيد-19، نذكر هذه المسابقة التي نظمتها أو نظمها منتدى رؤساء المؤسسات وقد شارك فيها 1500 باحث جزائري ومبتكر من 48 ولاية، تم طرح قرابة 350 فكرة، وكل هذا يعني تشجيع الشباب الجزائري من أجل طرح أفكارهم وتشجيع المؤسسات الناشئة الستارت اب من أجل الرقي بأعمالهم في جزائر ما بعد كوفيد-19. سيلتحق بنا بعد لحظات مراد بن عثمان، مساء الخير، نرحب به. مساء النور أخوي هارون، شكرا على الدعوة. مرحبا. أول شيء مراد بن عثمان، يعني سنعرف وإياك الابتكار الذي قمتم به وشاركتم به في المسابقة، ممكن أنك تعطينا بعض من التفاصيل، تفضل. الاختراع اللي شاركنا به في فاك ألجيريا 2020 هو يخص الآلام المزمن، يعني فيها أشخاص كثير تشتكي من الآلام المزمن، يعني لدوله كرونيك، يعني وهذه الآلام ما تزولش، يعني حتى لو سبب تاع المرض يزول ولكن الآلم ما يزولش. فاحنا كيفاش اشتغلنا على هذا الآلم المزمن؟ يعني الاختراع الأول تاعنا دي جي هارد كان يشخص التوتر وكان يقيس نسبة التوتر. فاحنا لما كمرحلة أولى يعني قدينا نقيس هذا ابتكاركم الأول؟ هذا ابتكارنا الأول، لا. فحبينا نشوفه يعني اوكي، يعني فيه توتر لكن اهم شيء انه لازم نحيو التوتر عند الشخص. فحاولنا نشوفه يعني كل الاسباب اللي تخلي التوتر عند الانسان يزيد، فمنها اسباب خارجيه والكل الناس يعرفها، ولكن القليل يعرف انه فيه اسباب داخليه ومنها الالم المزمن. يعني واحد فيه الالم الظهر يعني يوجعه يعني طوال اليوم، يعني هذا ممكن هو يأثر على الدين ويخليه يعني يطور توتر مزمن. فلما عرفنا انه الالم المزمن يعني يأثر على السايكولوجي تاع الشخص، يعني حاولنا نعمل اختراع اخر ونحيو هذا الالم المزمن. فالحمد لله يعني اشتركنا مع طبيب يعني هو الدكتور زياني محمد شمس الدين من مدينه تلمسان، اشتركنا معه وكان اشتغل على اختراع وكوننا فريق انا وياه، والحمد لله يعني الان فيه جهاز يعني ممكن ينحي الالم، يعني كسوسوا يعني تاع الركبه ولا الظهر ولا الرقبه ولا الكتف، يعني هاد الالم المزمنه اللي ما تسقطش تزول يعني عند يعني بطريقه كلاسيكيه. فاحنا الحمد لله يعني هذا الجهاز يعني يقيس هذا الألم ويعالجه في نفس الوقت بهذه الصورة. ايه صح. وتم تجريبه وعنده نتائج. ايه تم تجريبه وعنده نتائج، يعني احنا في هذه الحالات يعني كاين من 20 يعني في يعني في عند الأخصائيين عندهم من 20 إلى 30% يعني لنسبة النجاح. فاحنا عندنا في هذا الجهاز وصلت نسبه النجاح حتى 80%، يعني هي ما فيهاش 100%، ما كان ولا جهاز يعني يقدر ينحي 100% تاع
المرض عند الاشخاص، ولكن 80% تاع المرضى اللي يجوا لعندنا يعني يروحوا لهم هذا المرض ويعني يريحوا منه بصوره دائمه. ممتاز. هذا الابتكار والاختراع يعني نال ثقة لجنة التحكيم في مسابقة الجزائر ما بعد كوفيد-19، من دون شك هذا له ما يبرره أنه كان من الفائزين. صح، يعني لجنة التحكيم يعني هاك ألجيريا 2020 يعني كان فيها أخصائيين، وأهم شيء أنا شاركت في هذه المسابقة لأنه الجوائز كانت يعني محفزة، يعني مش مبلغ مالي فقط، ولكن فيه أكومبانيومون يعني من طرف أخصائيين، منهم كمال مرافقة. تومي كل جزائري، منهم القاسم حبة، ومنهم نور الدين مليتشي. فالحمد لله يعني هاد الاخصائيين كل واحد في المجال تاعو يعني نقوموا ونزوروهم هادو يعني علماء في جزائريين جامعة. معروفين مشهورين، كيف ستكون مرافقتهم لكم؟ بأي صفة بأي طريقة؟ يعني هما الان حنا دوك نروحوا ليهم من جامعة ام اي تي وهارفارد ونلتقوا بهم في امريكا. يعني الان حنا فيه تجارب نقوموا بها باش يعني نبرهنوا على يعني الريزلتا بوزيتيف تاع الجهاز، ولما نروحوا عندهم يعني فيه تجارب اخرى نقوموا بها، يعني ممكن هاد الالات اللي عندهم هما في هذيك الجامعات احنا ما عندناش، فهاد التجارب يعني نروحوا تما ونقوموا بهم يعني باش نبرهنوا بصفه علميه على يعني البوزيتيف يعني ريزلت تاع الجهاز. النتائج الإيجابية لجهازكم، من دون شك يعني هذه الثمرة جهازكم هو نتيجة جهود يعني عمل مشترك بينك وبين فريق، ممكن تعرفوا على الفريق الذي يشتغل معك، كل واحد وتخصصه يعني ومساهمته الفريق يعني. يعني اكزاكتلي يعني كل واحد ويشتغل، يعني فيه الدكتور زياني محمد شمس الدين يعني هو طبيب يعني هو اللي يشتغل على المرضى، فيه كسيبة عبد القادر وهو كونسيي سبورتيف، لانه حتى يعني نوع الاشخاص اللي نعالجهم هم الرياضيين، لانه لما الرياضي على سبيل المثال يصرى له مشكل في الركبة عادة تأخذ 6 أشهر 7 أشهر باش يعمل ريديكاسيون باش يعاود يلعب يدخل الملعب ولا يدخل الرياضة تاعو. فاحنا بالجهاز تاعنا يعني هذه المدة يعني تكون قصيرة كثير، فكان لازم يكون معانا في الفريق يعني بالقاسم عبد القادر كسيبا، وأيضا يعني فيه شخص آخر وهو رضا يعقوب، هو باحث جامعي معايا في جامعة عين تيمور الشمس، ويعني لأنه الآن هذه المرضى يعني اللي عندهم الألم المزمن كان كثير في الجزائر وكثير في البلدان الاخرى، ف نطوره يعني عن قريب يعني ابليكاسيون يعني في اندرويد، يعني كل شخص يعاني على سبيل المثال من الم يمكن يسجل راسه في هذا الابليكاسيون، على سبيل المثال فيه الم في الظهر فيكتب لنا في الابليكاسيون يعني عندي الم في الظهر، ويعني وهذا الشخص يعني هذا الالم في الظهر عايش معاه فهو ممكن ينتظر يعني الرونديفو نتاعو. فاحنا على حسب التوقيت وعلى حسب يعني بعض الاحيان نعملوا ديبلاسمون بعض الولايات، فلما نشوف الوقت المناسب لهذا المريض احنا نتصلوا به ونقولوا له يعني ممكن تجي لعندنا باش نعالجوا لك هذا المرض. فرضا يعقوب يعني هو مختص في البرمجه تاع السيت ويب. جيد، مراد بن عثمان من يسمعنا الآن عبر الشاشة يقول أنه هذا الأمر واقع أم أنه مشروع تعملون عليه؟ لا هو الآن يعني فيه مرضى يجوا لعندنا ويتعالجوا يعني من هذا الآلام المزمنة، فالآن يعني لو شخص يتصل بنا ويجي لعندنا يعني ما فيش مشكل، يعني الآلام المزمن اللي يكون عنده يزول، ولكن كما قلت لك يعني الآن فيه عندنا احنا ان كابيني ميديكال هنا في تلمسان، ولكن ان شاء الله يكون مشروع. طيب هذا مستقبلي، مشروع مستقبلي. على كل يعني كل هذا الامر هو في اطار مؤسسه مصغره، خليني افتح معك نقاش ضروره اهتمام الحكومه الجزائريه بهذه الكفاءات الشبانيه وبهذه المؤسسات الناشئه والمصغره من اجل الرقي بالاقتصاد الوطني، من دون شك مستقبلنا راه في هذه المؤسسات اللي تنشؤها انتم. يعني هي فيها كثير من الموديل ايكونوميك، يعني كل بلد وعنده الموديل ايكونوميك تاعو، فيعني والموديل ايكونوميك اللي ينجحوا يعني هما اللي يعتمدوا على هذه المؤسسات الصغيره والمتوسطه، لانه يعني لما الشخص يشتغل يعني ويشغل 10 اشخاص معاه
فيعني هذا يخلق اليد العاملة، فهذا أولا جد مهم. ثانيا يعني الكفاءات هنا في الجزائر، كل خطرة وكل مرة نتكلموا عليها، يعني أنا أستاذ في جامعة عين تموشنت، فيه كفاءات حتى ولو فيه يعني بعض النقص في الكوميونيكيشن. يعني احنا الجزائريين يعني ما نتكلموا 100% عربيه، ما نتكلموا 100% فرنسيه، ما نتكلموا 100% انجليزيه، ففيه بعض النقص في الكوميونيكيشن. كيف ف يؤثر ذلك التواصل مع، كيف؟ كيف يؤثر ذلك؟ يعني أنت تتكلم على مشكلة تواصل، كيف تؤثر مشكلة التواصل في أي، في أي جانب تؤثر هذه المشكلة؟ يعني انت لو عندك مشروع الان وهو في ذهنك وممكن يقعد في ذهنك صح، ما يخرج للخارج ولا للسوق، فاول شيء لازم تتكلم عليه وتبيع يعني المنتج تاعك. فلو ما تعرفش تتكلم مع المستثمر يعني حتى ولو يكون عندك اوكي، مشروع، تنقل مشروعك لشركة ما كي ترافقك وتمولك لإنجاز هذا المشروع بهذه الصورة، يعني كيفية إقناع أصحاب الـ يعني الشركات به يرافقوكم وينجزوا هذه المشاريع. صح هذا اول شيء. ثاني شيء حتى المستثمر ولا اي شخص لما يتكلم مع شخص لازم يحس باللي عنده بعض الذكاء صح. والمشكل انه لما ما يكونش عندك يعني التقنيه في يعني في التكلم يعني بالعربيه ولا بالفرنسيه والانجليزيه، هذاك الشخص اللي يكون يتكلم معك يحس انه ما عندكش يفقد هذاك ثقة، الذكاء اللي يحتاجوه يفقد فيك ثقة صح. فيك. اكزاكتو. فولو حتى ولو يكون عندك مشروع هايل يعني، فلو ما تعرفش تبيعه بالكلام يعني ما توصلش به بعيد. فهذا مشكل حاليا في الجزائر يعني، وان شاء الله في الجامعات يعني هي تبدي من الاول يعني من البريمار. يعني الان المشكل انه من السنه الاولى حتى السنه البكالوريا يعني ندرس بالعربيه، ولما نروح للجامعه ندرس بالفرنسيه، فهذا يخلق نوع من يعني المشاكل لدى الطلاب، ويعني ان شاء الله نحلوا هذه المشكله في ولدى المستقبل الكفاءات القريب. الشبانية. أنا أردت أن أركز معك على مطالبكم أنتم كشبان وكمبتكرين ومنشئي مؤسسات مصغرة متعاونين كذلك مع مستثمرين، مطالبكم للحكومة الجزائرية خاصة أنها ورئيس الجمهورية أبدى نيته بالتعاون مع الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة. شوف هو الدور تاع الدوله ولا الحكومه يعني انه تعمل تسهيلات، يعني احنا ما نستناوش الدوله تعطينا مال، يعني مش هذا هو الدور تاع الدوله، يعني تعملنا تسهيلات. فعلى سبيل المثال يعني كثير من الناس ما عملوش مشاريع، وانا الاول منهم، لانه في القروض البنكيه اللي متوفره الان في الجزائر يعني كلها فيها الربا، وانت تعرف يعني المجتمع الجزائري يعني مجتمع محافظ يعني، فكانت هذا عائق كبير يعني بالنسبه للجزائريين وبالنسبه للشباب. يعني كثير ناس نعرفهم انا بالذات يعني وطلاب عندهم مشاريع، ولكن كي نحبوا نروحوا يعني نجسدوا هذاك المشروع ما نصيبوش تمويل الا يعني كانت لونساج ولا كناك، وكل هذه فيها يعني نوع من الربا. فكثير ناس يعني احنا ما نتكلموش لا عندهم حق ولا ما عندهمش حق يعني، ولكن كثير من الناس يعني ما يروحوش يتخلوا على يجسدوا مشاريعهم بسبب هذه القروض اللي فيها فوائد. بالضبط. فان شاء الله احنا كنا سمعنا هذه الايام يعني فيها ان فون يعني ان فون دافاستيسمون يعني بالنسبه للشركات الناشئه، وفي البنك يدخل معاك يدخل في راس المال، فان شاء الله يطبقوا هذا القرار. وانا متاكد باللي لما يطبقوا هذا القرار فيه كثير المشاريع دوك تتجسد على ارض الواقع. إن شاء الله. في الأخير أترك لك يعني حرية يعني أنك توجه رسالة ممكن للشباب المبتكر أو طلبة الجامعات الباحثين أنهم ما يفقدوش الأمل في مشاريعهم وحتى للسلطات. تفضل. يعني الرسالة تاعي في الأخير، أنا يعني باش الجزائر يعني تتطور، يعني النظرة تاعي ما تغيرت، يعني ما نستناوش يعني من الرئاسة ولا من الوزراء يعني التغير يجي، حتى ولو يعني كما قلت هي يعني ممكن تعمل تسهيلات، ولكن الأمر الأهم أنه من البلدية من الحي الجزائر تسجل. فلو نسأل أي جزائري ولو تعملوا ريبورتاج يعني تسألوا الجزائريين يعني الدور تاع البلديه في المجتمع، حتى واحد ما يعرف. فيعني كل الاحياء في الجزائر وكل يعني المدن الصغرى ولا القرى، يعني كل المشاريع اللي تكون فيها يعني تفوت يعني معظمها تفوت على البلديه. فيعني لو هاد الجزائريين
يعني يكون عندهم اختراعات وتفيد الجزائر، مش في الاول يروحوا ويخموا يعني يطلعوا الجزائر العاصمه ويحاولوا يقوموا بمشروع كبير، لا يروحوا بهذيك المشروع تاعهم، يروحوا عند رئيس البلديه، عند رئيس الدائره، ويحاولوا يسقموا يعني الدائره ولا البلديه تاعهم. لما يعني ينجح هذاك المشروع يعني على مستوى مصغر، يعني من ثم يقد يطلع يعني درجه بدرجه. فهذه النصيحه تاعي، يعني مش من الاول لازم المخترع يخمم انه يروح للجزائر العاصمه والوزاره ويقوم مشروع كبير ويربح الملايير، لا مش هذا الدور تاع الشركه الناشئه. يعني الشركه الناشئه لو تربح بها غير بعملين في الشهر، يعني هذه يعني كي مثل الشهريه يعني، وانت انديبوندون. فهذه هي النصيحه اللي نقولها للشباب المخترع، يعني لما تعملوا مشاريع اول شيء روح شوف المحيط القريب نتاعك وحاول تجسد الفكره نتاعك في المحيط القريب، لما تنجح يعني سعد من دون شك. أشكرك جزيل الشكر مراد بن عثمان الفائز في مسابقة الجزائر هاك ألجيريا، الجزائر بعد كوفيد 19، على أمل اللقاء بك في فرصة أخرى إن شاء الله، ومشاريع مستقبلية أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن مشاهدينا بهذا النقاش نختم وإياكم سلسلة نقاشاتنا لهذه الأمسية، تابعتم ثلاث مواضيع بحوزتنا من خلال برنامجكم تساؤلات، على أمل اللقاء بكم في فرصة أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.